البنت دي من اول ما اتولدت وجسمها كله بيغطيه شعر ذهبي سميك، ابوها وقرايبها عملوها كانها مسخ وقال خدوا المسخ ده بعيد من هنا. الدكتور سماها ايفا من لحظه ولادتها. ايفا كان مقدر لها انها ما تعيش حياه طبيعيه. امها بعد ما ولدتها ماتت من تعب الولاده. ابوها من اول نظره ليها ما قدرش يخبي الاشمئزاز والقرف منها. ابو ايفا مدير محطه القطار في المدينه وبيخاف جدا من كلام الناس عليه، علشان كده هو قفل على ايفا في البيت وما خرجهاش ابدا، وشغل عنده واحده علشان تهتم بيها. وبسبب اهتمام وحب الست دي ايفا كبرت، لكن حتى بعد ما كبرت الشعر ما اختفاش او حتى خف من جسمها، بالعكس ده كان بيكتر ويقوى. وبعد كل السنين دي هي عمرها ما خرجت من البيت، وسمعت من الشباك صوت اطفال بيلعبوا ويضحكوا. فضلت تبص من الشباك على قد ايه العالم ده غريب ومش زي ما هي كانت مفكره. لكن ابوها شافها وهي واقفه في الشباك، طلع على طول البيت وهو غضبان جدا، ودخلها اوضه مقفوله وضلمه علشان محدش يشوفها ويتكلموا عليها وعليه. ايفا الطفله المسكينه دي اتحرمت من امها واتحرمت من طفولتها، عمرها ما احتفلت بعيد ميلادها علشان ده كان نفس يوم موت امها. لما كانت بتشوف صور امها القديمه كانت على طول بتتخيل انها جميله زي امها. وبالسرعه دي جه يوم الكريسماس، لكن سكان المدينه جم للمحطه وكانوا متانقين جدا علشان حفله عيد الميلاد. ايفا كان نفسها تروح جدا، لكن طبعا ابوها رفض بشكل صارم وخلاها تروح لسرها. ايفا ما كانتش زي اي طفله وغبت من ابوها، هي حزنت جدا وكان باين عليها الاكتئاب، وقعدت تقول لابوها قد ايه هي نفسها تشوف مامتها وانها لو كانت موجوده كانت قعدت معاها. ابوها ما قدرش يسيطر على دموعه وعرف قد ايه هو كان اناني وكان خايف على سمعته، وما كانش شايف قد ايه هيضر بنته. استجمع الشجاعه بتاعته وقرر انه يخلي ايفا تيجي معاه وتحتفل باول كريسماس في حياتها. اشترى لها جزمه جلد طويله وفستان احمر كبير علشان يداري اكبر جزء من جسمها، حتى ان المربيه بتاعتها اديتها عقد من اللؤلؤ وقالت لها انت شبه الاميرات بالظبط. لكن اول ما وصلت الحفله كلهم اختفى من على وشهم الضحكه وبداوا يبصوا عليها بنظرات استغراب ورعب ويتكلموا بصوت واطي بينهم وبين بعض. ايفا مشيت لحد ما وصلت لشجره الكريسماس. الاطفال اول ما شافوا ايفا كلهم ظهرت عليهم علامات الرعب والاستغراب، الا ولد واحد قرب منها ولمس وشها وقال حرانه ولا لا؟ قالت له اه. قال لها كنت حاسس بكده. ايفا ضحكت بتوتر وده كان يعتبر اول شخص غريب يكلمها في حياتها. لكن ما عداش وقت كبير وجت فقره الساحر اللي لفتت نظر ايفا وبدا يتكلم على وشها ويتريق عليها، وطبعا دخل كل الاطفال يضحكوا على ايفا. ايفا زعلت جدا وساعتها ابوها اخذها وخرج فورا وقعد يقول قد ايه كان قرار غلط انه يطلعها بره ويخلي الناس تشوفها. ايفا للمره الثانيه اتحبست في البيت لوحدها بتلعب ولوحدها بتذاكر يوم ورا يوم، وعلشان بقى لها فتره كبيره جدا ما شافتش اي حد. شخصيه ايفا اتحولت وبقت عدوانيه وعصبيه اكتر. في ايه؟ ايه مشكلتك؟ بطلي، ما ينفعش تعملي كده. والاب حتى ما كلفش نفسه يشوف ايه مشكلتها، كل اللي عمله ان رجعها الاوضه الضلمه تاني كانت علشان تضيع الوقت. بتقعد تفكر في الارقام والحسابات اللي ذاكرتها، لكن المره دي حصلت حاجه جديده. الارقام بدات تظهر حواليها باللون الذهبي زي الاشباح، بدات تظهر الارقام قدام عيون ايفا. بنت بتخلع الجاكيت بتاعها ويظهر شعر جسمها الكتير جدا لانه من ساعه ولادتها وهي شبه المسخ وسموها البنت الاسد. كل اللي كانوا بيشوفوها كانوا بيعاملوها كمسخ، وده اللي خلاها ما تخرجش من البيت نهائي. لكن كل الناس ما كانتش عارفه انها عبقريه في الحساب وانها عندها القدره انها تظهر الارقام اللي بتفكر فيها، حتى انها بدات تتعلم كود موريس واتقنته بسرعه كبيره جدا وقدرت تتقن تقنيات تانية ليها علاقه بالحسابات. على الرغم من ان ابوها كان متفاجئ جدا الا انه كان برضه بيحبسها ومصر على انه ما يخرجهاش ابدا وما رضاش انها تتعلم في مدرسه. ايفا ما كانتش ابدا عندها ام، والمربيه بتاعتها هي اكتر شخص في العالم بيحبها. كانت دايما بتحب تتعامل ايفا زي اي طفله، انها تدرس وتلعب وتكون صداقات وتكبر بصحه وسعاده. لكن اقتراح المربيه خلى ابو ايفا يغضب جدا وطبعا رفض. ما كانش عايز ان بنته يضحك على شكلها تاني ويتبص عليها نظرات وحشه في العالم اللي مليان ناس سيئه ده. وبعد ما فضل يتخانق مع المربيه سابت له الشغل. وبعد ما مشيت المربيه ايفا اشتاقت ليها جدا وما كانش عاجبها الوضع، وقررت تروح بنفسها وتدور على المربيه. وبشويش سرقت مفتاح البيت وحاولت تحلق شويه من شعرها، لكن ابوها عرف خطتها ووقف فورا وقال لها لو حلقت شعرك هيطلع اسمك واقوى، وعلشان ما عندهوش اي اختيار تاني راح وطلب من المربيه انها ترجع ووافق على طلبها انه يودي ايفا المدرسه. اول يوم لايفا في المدرسه كل الطلاب كانوا بيبصوا لها زي ما تكون حيوان في حديقه الحيوانات، وبعد المدرسه اتلموا حواليها وضربوها واتنمروا عليها حتى انهم قطعوا شعرها وكانوا فخورين جدا بكده.
بعد ما رجعت البيت أبوها سألها النهاردة عملت إيه في المدرسة؟ إذا كذبت عليه وقالت له إن كل حاجة كانت تمام، هي كذبت علشان تكمل دراستها وكانت عارفة إنه كان هيرفض يوديها تاني لو ما كذبتش. الحرية اللي هي أخدتها دي كانت صعبة جدا، وده كان الطريق اللي هي عاوزاه، وحتى لو كان مؤلم جدا هي برضو عايزة تكمل فيه، ولأنها كانت بتتعرض للتنمر من زمايلها بدأت إنها تهرب من الحصص وتروح لوحدها عند الحديقة وتقرأ كتب، وبدأت تكبر وتبقى شابة لوحدها. في يوم على الأكل أبوها قال لها عندي خبر حلو جدا ليكي، هيتعمل مؤتمر عالمي للي عندهم مرض جلدي، وهناك هم ممكن يكشفوا عليها، هيكون موجود كل الدكاترة وكل الباحثين وأكيد هيقدروا يعالجوكي. إذا بدأت تأمل إنها تتعالج سافرت هي وأبوها بالقطر، وهم الاتنين تجاهلوا نظرات وهمسات الناس، أكلوا العشاء وبدأوا يفكروا في المستقبل وهم متأملين إنه أكيد أحسن. وأول ما هم الاتنين وصلوا المؤتمر كل الدكاترة تلموا حواليها، قلعوها هدومها وفضلوا مركزين في جسمها وما كانوش أبدا مهتمين بمشاعرها. بالليل إذا وهي في طرقة الفندق قابلت مريض تاني، الراجل ده جسمه كان متغطي باللون الأحمر ده وكان شكله مخيف جدا، لكن إذا قالت إنها أخيرا لقت حد من نفس نوعها. الراجل عزم إذا إنها تيجي وتقعد في أوضته، قعد يكلمها عن شغله في السيرك وإن هناك كل أنواع الناس المختلفة في توأم ملتصق وفي العملاقة والأقزام، ودعا إذا إنها تيجي وتنضم ليهم. وبخبرته وعرف حاجة واحدة بس، هو نوعنا ده مستحيل يكون زي البني آدمين الطبيعيين أبدا، وهنفضل طول عمرنا مختلفين، لكن في السيرك إذا مش هتكون مختلفة، هي هناك هتكون طبيعية. أنت ممكن تجربي السعادة الحقيقية وتجربي الحب وتجربي الصداقة وتجربي إحساس إنك بتنتمي لمكان. إذا كانت في الأول حاسة بالغرابة، لكن كلام الراجل ده خلى قلبها يتحكم فيها، فضلت تفكر في كلامه طول لومها على سرير المستشفى وما كانتش خالص عارفة تنام من كلامه. الفيلم ده مشهور جدا لدرجة إنه على الرغم إن فيه 778 شخص بس اللي قيموه، لكن تقييمه أكتر من 7، لكن بالفعل ده مش أفضل الأفلام على الإطلاق. بيتكلم عن بنت عندها شعر كتير وسميك وطول حياتها بتتعرض للتنمر، لكن في الآخر وصلت لحلمها. البنت دي هي إيفا، جسمها كله متغطي بالشعر الذهبي، خلعت هدومها ووقفت قدام كل الدكاترة دول وكلهم كانوا بيبصوا على جسمها، حتى إنهم لمسوها وكل ده علشان يفحصوا جلدها وفضلوا يقصوا من شعرها، ومفيش ولا واحد منهم كان مراعي مشاعرها أبدا وكان بيظهر أقل معنى للاحترام. إيفا قررت إنها مش عايزة تكون هنا ولو حتى ثانية واحدة، وبعد ما أبوها شاف كسفتها رفض إنهم يكملوا وأخدها وخرج، حتى إن في دكتور من الدكاترة حس إنه ممكن يشفيها، لكن هي خرجت وما تحملتش الألم اللي سببوه لها. وأول ما رجعت البيت بعد ما كانت طول حياتها هادية ما قدرتش تمسك غضبها وكسرت صورة أمها وفضلت تعيط وتلوم أمها على ولادتها، كانت محبطة جدا من العالم ده. لكن المشاكل ما انتهتش، لأنه حضر محضر من القسم وقال إن في فلوس ناقصة من المحطة، وفي نفس الوقت الأب تعب وقرر إنه يروح دار رعاية للمسنين، وهناك قابلت إيفا ست جميلة جدا في منتصف العمر. فضلت إيفا تحس بالحقد عليها وعلى جمالها، الست كانت لطيفة جدا مع إيفا، فضلت تقول لإيفا إنها طول حياتها كانت فاكرة إن الجمال أهم حاجة، لكن في الآخر الجمال هو شيء معكوس للفرد، لو الشخص جميل من جواه هيبان من بره عليه وهيشوف أي شخص تاني جميل، علشان كده ما تقلقيش كتير، جمالك الداخلي هو اللي بيعكس جمالك الخارجي، ولازم تكوني محتاجة للناس اللي شايفة كده، وأنت ذكية جدا وهتقدري تفكري صح. إذا فهمت كل كلامها وإن الجمال الداخلي فعلا أهم، هي فعلا فهمت هتعمل إيه، لكن الواقع إدها ضربة تانية وهي إن أبوها هيتحاكم بالفعل عن الجريمة، وإن اللي حصل إن موظف عنده هو اللي سرق. الموظف ده كان صاحب إيفا جدا وكان بيعرفها كل حاجة ليها علاقة بالعالم الخارجي، طبعا ده كسر قلب إيفا. فضلت إيفا تجري ورا القطر علشان تودعه الوداع الأخير وتبص عليه آخر نظرة. من اللحظة دي إيفا بعدت عن أبوها، وأول حاجة فكرت فيها هو وقتها في المستشفى وكلام الراجل اللي هناك عن السيرك، وافتكرت لما الراجل عزمها علشان يشوفوا السيرك، شافت التوأم الملتصق وشافت العملاق والقزمة، وأخيرا شافت شخص قالوا عليه إنه مسخ وقد إيه كل الجمهور استغرب منه هو بالذات، لكن إيفا كانت حاسة بالود والحب ناحيته. بعد ما روحت البيت فكرت كتير في الموضوع وقررت إنها تسيب البيت، سابت رسالة للمربية بتاعتها وراحت وكلمت الشخص اللي كلمها عن السيرك وبدأت
انها تعمل عروض في السيرك، وكبرت ونجحت وجمعت فلوس كتير علشان تحقق حلمها، حتى انها بعد فقرتها في السيرك كانت بتقعد تذاكر الارقام في عالم الارقام لقت مكانها الحقيقي. بعد ما جمعت فلوس وعلم كافي هربت بالليل من السيرك وقررت انها مش هترجعه تاني. وبعد 5 سنين اذا بقت واحده من الباحثين واستاذ الجامعه مشهوره جدا، وحتى انها عرفت تحسب مسائل وتعمل قوانين بنفسها. وعلى الرغم من كل المصاعب اللي حصلت معها الا انها ما نسيتش حلمها الحقيقي وفضلت وراه، لدرجه انها دلوقتي بقت دكتوره في الجامعه وبتدرس للطلاب من كل انحاء العالم. وقتها بس الناس كانوا بيحترموها وكانوا شايفينها كعالمه مش مسخه. وبعد محاضره من محاضراتها لقت رساله من ابوها. بعد كل الوقت ده قررت ترجع تاني تشوفهم. كل حاجه كانت زي ما هي، لكن هي اللي كانت متغيره. اول ما دخلت البيت المربيه كانت مش مصدقه نفسها من الفرحه وحضنتها حضن كبير وقالت قد ايه هي اتغيرت وبقت اجمل. لكن الوقت كان بالفعل عدى وما لحقتش تشوف ابوها، بس المربيه ادتها رساله كان ابوها سايبها لها، وكانت عباره عن رسومات من طفولتها، وده كان بيثبت ان ابوها كان فعلا بيحبها وكان على طول بيفكر فيها، لكن هو كان عنده طريقه تانية في التعبير. الفيلم ده اتعرض سنه 2006 واسمه البنت الاسد، وبيشرح قد ايه مهم انك تبص للجمال الداخلي للشخص. اشوفكم المره الجايه في فيلم جديد.